حياتنا نعيشها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. في هذا اللقاء نعيش تحت عنوان مصر بين القوة والدبلوماسية. الناظر بعينه للواقع الذي تعيشه مصر الآن، حرب في سيناء، أمر جلل في ليبيا، سد أثيوبيا ليس عنا ببعيد، الأمور التي تمر بها البلاد ومنها مصر، كورونا، كل هذه أمور تجعل العاقل يفكر ألف مرة قبل أن يأخذ القرار. لكن عنواننا القوة والدبلوماسية. دائما وأبدا القوة شيء رادع لكثير من الناس، حتى أن الله سبحانه وتعالى شبه أناس بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وإن الحق يحتاج إلى قوة تحرسه. عندك حق، عايز قوة تحرس هذا الحق، ويدع الله بالسلطان ما لم يدع بالقرآن. لذا العالم لا يعترف إلا بالقوة. مصر خلال السنوات الماضية استطاعت أن تبهر العالم بقوتها العسكرية وتصنيفها العالمي، فضلا عن حبها لتراب بلادها. الأمر الذي جعل الجميع يرفع القبعة احتراما وتقديرا لمصر ولدور مصر في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع. رأينا كيف تعاملت مصر في ملف سيناء، وإن داعش لم نسمع عنها الآن إلا نادرا، حرب عصابات، هذا بفضل الله أولا، ثم بفضل الجيش المصري الذي أعطى درسا قاسيا لكل من أراد أن يسيء إلى مصر. ثم كان الأمر في ليبيا وسد النهضة. سوف نعيش هذه اللحظات مع القوة والدبلوماسية، لكن اسمحوا لي بهذا الاتصال. معنا الأستاذة شيماء من كفر الشيخ. السلام عليكم أستاذة شيماء. عليكم السلام يا فندم، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، تفضلي حضرتك. أولا طبعا خليني أخذ كده جزء من حلقة حضرتك اللي هو العنوان بتاع الحلقة اللي هو مصر بين القوة والدبلوماسية. تمام، أنا هاخد بس القوة وهرد بيها في جزء لو حضرتك تسمح لي. اتفضلي حضرتك. طبعا اللي انا بتكلم عن القوة اللي هي القوة الرادعة اللي هو تحديدا بقى الازالات. خلاص انا هتكلم في الشكل ده بشكل عام وبشكل خاص. يعني حضرتك عايز تستخدمي القوة داخل مصر في قرار الازالات؟ طبعا. اتفضلي حضرتك. اولا احنا انا مش ضد القرار ولا ضد القانون، بل بالعكس الواحد مبهور جدا بما يحدث في الفترة الاخيرة، من يعني الواحد بقى بيشوف مخالفات حاجات كده الله المستعان منها. طبعا انا استاذة شيماء معلش معايا حضرتك، الدولة أخذت قرار اللي هيبني مخالف يعرض نفسه إلى المحكمة العسكرية، فهذه قوة. بالضبط. تمام. بالضبط، ده بشكل عام. وتحديدا خليني بقى أتكلم مع حضرتك في نقطة تانية. اتفضلي. طبعا إحنا السوشيال ميديا أثار ضجة الفترة اللي فاتت دي بخصوص برج جرجة بمحافظة سوهاج، اللي طبعا هو أساسا مبني مخالف من 2012 على ما أتذكر. تمام. تمام. اولا مفيش حد فوق القانون، وانا بايد القرار ده جدا وبايد القانون هو 119، وهو ده اللي حصل. تمام؟ بالفعل. تمام. ولكن كان في مقترح كان واجب على المسؤولين ان هم يقترحوه اكتر او يفكروا فيه اكتر، اللي هو ان احنا ليه ما استغلناش البرج ده. البرج ده احنا بنتكلم في 11 دور، مبنى ضخم جدا، الدور لا يقل عن 10 وحدات سكنيه. ليه انا ما استغلش المبنى ده؟ اولا المبنى ده موقعه متميز جدا، الموقع بتاعه اساسا في مدخل مدينه جرجه من الناحيه الغربيه اللي هو طريق مصر اسوان، حاجه تمام. مميزه. ليه انا ما استغلهوش؟ مش هقول لحضرتك بقى مبنى للمحافظه ولا مدرسه ولا اي حاجه، بس يكفي ان انا كان ممكن استخدمه في الفتره الراهنه اللي احنا بنمر بيها كمستشفى عزلي. استاذ شيماء بس عشان اتابع مع حضرتك وان المشاهدين يتابعوا معايا، يعني انت حضرتك مش ضد قرار الدولة في ان هي اي من بنى مبنى مخالف يعاقب؟ طبعا انا مش ضد ده. انت عايزة المبنى بدل ما يتم ازالة المبنى الدولة تستفيد من المبنى، ده كلام حضرتك كده؟ بالظبط
او على الاقل كانت تبقى مستشفى عزل بالذات الفتره دي لغايه لما ربنا يرفع عنا الوباء اللي يا رب فيه. يا رب. فده دي كانت نقطه انا كنت حابه الفت نظر المسؤولين بيها. انا مش ضد القرار بالعكس، هو قرار صائب جدا مليون المية. تمام. دي نقطة. في حاجة تانية برضو، هو الدولة كانت ممكن تستفاد بحاجة تانية برضو، ان هي حتى لو مش هتستخدمه كمستشفى هي هتوضع يدها عليه كمثلا مبنى لأي حاجة. طيب في حاجة تانية، في مثلا ممكن حاجة تقول مقترح ان انا طبعا هي ارض ملك خاصة بيا. البرج ده مبني على املاك دولة، فبالامكان الدولة تاخد المبنى طبعا. طب لو وتقننه عن طريق المحكمة. تمام. اصبح المعتدي عليه لا يملكه بشكل من الاشكال. تمام. تمام. هم يا فندم كمان استغلوا فترة مواجهة الدولة للفيروس، وبقى في كتير من الناس بقوا يبنوا مخالف. تمام. دي برضو كارثة. حتى اللي عنده ارض خاصة هو مش مستكفي ان هو يعني هو ممكن يدور ارض زراعية. انا مش عشان ملكي ارض ان انا اروح ابني عليها مخالف، ما ممكن يكون الارض دي لا يصلح عليها البنى من الاساس. تمام. عليها ضغط عالي مثلا، ارض زراعيه لا تصلح، الارض نفسها لا تصلح، معنى كده ان انا اروح ابني مخالف؟ يعني في حاله ان انا ابني على ارض خاصه بي انا مش املاك الدوله، الدوله كمان تاخدها؟ في حاله لو انا بنيت مخالف، يا فندم خلينا نتكلم كمصريين، انا لو ماشي صح انا هخاف من ايه؟ الدوله هتعاقبني وهتبقى عقب ليا ليه؟ الدولة ضد المعتدي وضد المخالف. تمام. حتى لو كانت ملكيتك، مش معنى ملكيتك ان انا اروح ابني يعني المخالف. حضرتك عايز تعمم القانون اللي كل من كان مخالفا يعاقب. بالظبط. طيب. حتى لو كانت ارض خاصة بتاعته. تمام. ملكه. تمام. دي نقطة. الحاجة التانية بقى لو حضرتك تسمح لي ليها. اتفضلي. انا عايز اتكلم على احكام كاتب رابع النيابة الادارية وتحديدا قرار 260 اللي هي مسابقه النيابه الاداريه. بالظبط يا فندم. تمام. احنا معانا احكام قضائيه بقالنا سنه وداخلين على سنه ونص. تمام. ولغايه دلوقتي مش عارفين ننفذ الحكم رغم هو حكم قضائي. انا بستغل نفس العنوان بتاع حضرتك القوه، احنا محتاجين من الرئيس ومحتاجين ان حد يوصل صوتنا للرئيس، محتاجين قوه رضاعه ان هي تنفذ احكام القضاء. احنا مش عايزين غير ان احنا نستلم شغلنا. تمام. احنا مش عارفين الخلل بصراحه ده منين، التعنت ده جاينا منين. احنا مش عايزين غير التنفيذ، كل اجراءاتنا خلصت، التحريات بتاعتنا 90% بتاعتنا خلصت، احنا مش عارفين فين العقبه. عملنا شكاوى لمجلس الوزراء ورئاسه الجمهوريه. استاذه شيماء، يمكن لحسن الحظ معانا على الهاتف المستشار جمال محرم. حضرتك لو عايزه تكوني معانا على التليفون تخليك تكملي معانا على التليفون، لو عايزه تفي لحضرتك هتسمعي اجابه سؤال حضرتك. معالي المستشار، السلام عليكم. الله بركاته، اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ سياده المستشار، يمكن حضرتك سامع معانا على الهاتف الاستاذه شيماء من محافظه كفر الشيخ، بتتكلم في نقطه ان هم كان معاهم احكام من المحكمه بخصوص تمكينهم استلام وظائف ومش عارفين ينفذوا، وبيسالوا لبرنامج مع القاده يعني نتصرف ازاي. والله يا فندم بص، اولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك. مساء النور معالي المستشار. الاستاذه شيماء، ولكن بس فيما يخص الاحكام وتنفيذها، طبعا هو اولا طالما صدر حكم ومزال بصيغه تنفيذيه فطبيعي جدا ان على الجهات الاداريه تنفيذ هذه الاحكام. تمام. ولكن بيعترض هذا الامر بعد صدور الحكم احيانا في بعض الجهات بتطلب دراسه امنيه، في جهات بتبقى معاها الحكم يعني هتنفذه ولكن بتاخد الوقت برضه عشان خاطر انت عارف حضرتك صدر حكم بيبقى لازم توفير درجه ماليه وهكذا. تمام. وبالتالي فدي ممكن تبقى بعض العقبات اللي بتظهر بعد صدور الاحكام. لكن هم ليهم حق بنسبه 100% طالما في حكم قضائي خلاص. واحيانا بعض الجهات الاداريه بتعطل تنفيذ بعض الاحكام لو كان الحكم محل استئناف، على الرغم ان الحكم بيكون واجب النفاذ طبعا بصدور من محكمه مجلس الدوله من اول درجه. طب يتصرفوا ازاي مع المشار؟ يعني يتم عمل استئناف عشان خاطر يعني ممكن يقولوا ان بعد فيروره هذا الحكم نهائي وبات فخلاص يتم تنفيذه. طب يعني يتصرفوا ازاي مع المشار؟ لا هو مش يتصرفوا ازاي، هو بياخدوا كل مصداقات التعيين والصيغه التنفيذيه وبيروحوا يسلموها في الجهه الاداريه اللي صدر ضدها الحكم لتنفيذه. ميعاد تنفيذه امتى بقى؟ زي ما قلت المعاليك كده، دي بتبقى يعني لازم ليها مراحل بتتم. المراحل دي بتبقى حتى غصب عن الجهه الاداريه، لان بنتكلم في جميع الاحكام اللي صدرت، فانت لازم درجات ماليه ولازم تدخل في يعني ميزانيه الدوله في المرتبات، ليها اعتبارات كتير. بجانب ان بقى في بند اضافي لبعض الجهات الاداريه
بعد الدراسات الامنيه. طيب ده شيء مشروع يعني ما نقدرش نقول غير كده. طيب معالي المستشار استاذ شيماء معانا على التليفون ولا؟ اه يا فندم مع حضرتك. سمعت يا استاذ شيماء رد اسم معالي المستشار جمال محرم؟ اه يا فندم، ولو تسمح لي حابه اعقب بس. اتفضلي حضرتك اتفضلي. اولا انا برحب بست المستشار، انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه. اولا معروف بالقانون ان يظل احكام مجلس الدوله واجبه النفاذ حتى لو طعن عليها، يعني كان واجب احنا نستلم حتى لو في طعن. ما معالي المستشار قال نفس الكلام ده يا استاذ شيماء حالا. تمام يا فندم، لكن هو سيادة المستشار قال حتى لو كان في استئناف فهو في جهات بتفضل ان هم ينتظروا يشوفوا نتيجة الاستئناف. تمام. وده بالقانون يعني خلينا اكون صريح، بتبقى نوع من يعني ايه الانتظار، مش هقول لا مماطلة ولكن نوع الانتظار لحين الانتهاء من الاستئناف. ولكن في جميع الاحوال احكام مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها ومحدش يقدر يعترض عليها، ولكن بصدور الحكم اصبح ليك حق. تعطيل الجهة الادارية عن تنفيذ هذا الحكم يكون لك الحق في تعويض، يكون لك الحق في اجراءات كتير قوي، ولكن دائما وابدا انا بقول لحضرتك الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان الجهات الاداريه يعني مثلا صدر الحكم ولكن في دراسه امنيه جت للجهه الاداريه قالت ان هذا الشخص له اتجاه او له، ما هو مش كل الناس مع احترام الاحكام بتنظر في القضاء، ولكن التعيينات في الجهات الاداريه بتستلزمها بعض الاشتراطات الاخرى. اللي بنسميها البحث عن كل حاله امنيا كده. وده شيء مشروع يعني ده شيء مشروع بالنسبه للدوله الوزارات وبعض الجهات. بس معالي المستشار يعني معقوله اللي قدموا كلهم يوجب وقفهم عن العمل؟ اكيد في ناس ينطبق عليها القانون. هو لم احنا ما فيش وقف عن العمل، ما انا بقول لسعادتك هو التاخر عن تنفيذ الحكم ده بيوجب بعض الحقوق او الحقوق لاصحاب هذه الاحكام في اتخاذ الاجراءات لو حتى دعوه طالب. طيب انا شاكر ليك شاكر ليك يا استاذ شيماء. استاذ شيماء شاكر لحضرتك استاذ شيماء من كفر الشيخ. معالي المستشار طيب خلينا اتكلم بقى بصفه عامه، كل المسابقات ناس متابعه معانا، محكمه كليه، النيابه الاداريه، الشهر العقاري، كل المسابقات الى اين وصل ملف المسابقات؟ وانا اعرف معالي المستشار جمال محرم من اكثر الناس في مصر متابعه لهذا الملف. والله يا فندم اشكرك، وفي احسن مني كتير واكيد متابعين اكتر، ولكن انا اثمن هذا الجهد وهذه المتابعه من حضرتك ومن برنامجك الصراحه للوقوف بجانب الشباب في هذه الجزئيه. الله يعزك. طبعا يعني موضوع المسابقات وانا ما زلنا بنقول يعني هذه الامور تسبب حاله من حالات الاحباط عند قطاع كبير جدا من الشباب، وممكن انهائها باجراءات بسيطه جدا. وقلنا قبل كده التنسيق ما بين الجهات المعنيه سواء جميع الوزارات اللي اصدرت القرارات الخاصه بالمسابقات والتعيينات، وناس طلعت اساميها وناس لحد النهارده لسه ما استلموش، زي المعلمين زي الاثار زي الدكتوراه والماجستير زي يعني قطاعات كبيره جدا جدا. تمام. ومع ذلك قلنا يا جماعه بعد اذن كل وزاره قبل صدور القانون الاخير قانون 81/2016 قانون الخدمه المدنيه الجديد نرجوكم تنفيذ قرارات الوزارات التي صدرت قبل صدور هذا القانون، خاصه قبل صدور القانون. معالي المستشار بالظبط كده، هو كلهم قبل صدور القانون، كلهم قبل صدور القانون. للاسف في بعض الوزارات اخرت تنفيذ المسابقات بعد ما صدر القانون، زي مثلا الاثار على سبيل المثال. تمام. زي مسابقه المحاكم، مسابقات الشهر العقاري، مسابقات الشهر العقاري دي كمان برضو كانت يعني حاجه يعني ملفته الصراحه. تمام. ملفته، وده عامل اولا كثره عدد القضايا المتداوله في المحاكم، يعني عدد ساعات لا تتخيله لا تتخيله، والبعض بيظن له احكام والبعض لا يظن له احكام، وتزاحم. على الرغم من لو تم اعلان النتائج زي الشهر العقاري مثلا خلاص. تمام. الموضوع انتهى. الشهر العقاري مع المشار فيه عجز شديد او 200,000، احنا بنقول عين العدد اللي انت عايزه ولكن انهي هذه الاشكاليه الخاصه بالمسابقات. تمام. عشان خاطر لو حد عاوز يطعن خلاص، الناس عرفت ان ملهاش نصيب في المسابقه دي يبقى الموضوع انتهى، لكن التعلق على هذا الامر او على هذا الامل طوال هذه السنوات شيء يعني محزن بصراحه. والشباب دائما وابدا بيتسالوا طب ليه؟ طب هي الوزاره، ما هو برضو انا مش بتكلم على شركه قطاع خاص، انا بتكلم على وزاره في دوله محترمه كبيره اصدرت قرار بمسابقه او بتعيين. تمام. عليها تنفيذه. وبالتالي فيعني ده بقى امر النهارده واجب يعني الانتهاء منه. انا اتفق مع حضرتك تماما مع المستشار، المسابقات دي كان سبب اعلانها هي الدوله، وزارات الدوله ومؤسسات الدوله، كل الاحترام والتقدير ليها، حتى لا يفقد الناس الثقه في مؤسسات الدوله لابد ان ينفذ القرار
طبقا لما عد من قبل. الثقة في الدولة يعني، خليني برضو اكون واضح اكثر مع معاليك يا دكتور، هي يعني ثقتنا في الدولة المصرية، والا ما كناش لجأنا للقضاء، والا ما كانش الشباب يعني حتى الان منتظر صدور هذه القرارات الخاصه بالتعيينات او النتائج المسابقات. يعني انت طالما عملت مسابقه وحضرتك، هل متصور اعداد الشباب اللي جت من كل المحافظات وما تكبدوه من مشقه وتعب واموال تم انفاقها في استخراج استمارات واستخراج شهادات، وفي الاخر نقول والله لا احنا مش هنكمل، احنا مش هنلعب، احنا خلاص مش هنعلن المسابقه؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش، احتراما للوزاره نفسها، احتراما للقرار الاداري، عشان اقدر انا يعني لازم اوصل للشباب دول ثقافه احترام قرار الدوله، خاصه هم في مقتبل العمر وكمان عندهم ثقه في الدوله ومؤسسات الدوله، ومن حقهم يتعلقوا بالامل يا فندم في التعيين في الدوله، وليه لا؟ ما هو كل يعني طلب الناس للتعيين في هذه الوظائف هو يؤكد وايمانا من هذه الشباب او من هؤلاء الشباب انهم يعني واثقين في ده، واثقين في دولتهم. ويمكن معالي المشار انتهز وجود حضرتك معي ونجدة للسيد رئيس الجمهورية اللي هو يرعى الشباب ورحمة بالشباب، والشباب كله طموح وأمل في دولته، ونداء للسيد رئيس الوزراء ووزارة العدل وكل مسؤول في مؤسسة وفي وزارة، أتمنى من الله أن تظهر هذه المسابقات للنور. انا اسف لقطع كلامك، ولكن لما تطلع وزاره الماليه تقول انا عندي استعداد لتوفير درجات في بعض الوزارات زي وزاره العدل، النهارده هو يا فندم هل بخفي على يعني على مصر كلها يعني ما يمر به الشهر العقاري من ماساه في الموظفين وفي الزحمه وفي التخبط؟ لا طبعا. يا فندم النهارده بالصدفه كنت في شهر عقاري الجيزه، فوجئت بزحام لم اكن اتوقعه، أكثر من 50 أو يعني 70 أو 100 واحد أو 200 واحد واقفين على باب عرض متر، وده شأن كل محافظة في الشهر العقاري، والموظفين عددهم قليل جدا. تمام. خد بقى مع سعادتك المحاكم، خد مع سعادتك الآثار، خد مع سعادتك المعلمين، يعني أنا بتكلم على قطاعات هي بالفعل محتاجة. طب معالي المشار، معالي المشار حضرتك معالي المشار حضرتك تواصلت مع أي حد من المسؤولين؟ والله يا فندم هو فيما يخص يعني مسابقه الشهر العقاري والمحاكم كنت شرفت بلقاء معالي مساعد وزير العدل، ويمكن كان الحوار كله قائم على هذه المسابقات، وقالها لي صراحه كده، وهذا الكلام على مسؤوليتي، انه لم يتم الغاء المسابقه. يعني المسابقات كنت هسال حضرتك السؤال ده، يعني المسابقات حتى اللحظه لم تلغى؟ لم يزل يا فندم، طالما قرار واعلان مسابقه تم بموجب قرار من الوزاره المعنيه، يجب ان يلغى هذا القرار بقرار بالالغاء. تمام. لان وبرضه مع احترامي يحتفظ بحق من تقدم في هذه المسابقات بالتعويض على الوزاره المعنيه. لان ما ينفعش الناس دي او الشباب ده ينفق ما انفقه ويرهق وياتي من كل فرد عميق، وفي الاخر نقول لهم لا خلاص ما ينفعش. احسنت، احسنت معالي المستشار جمال محرم المستشار القانوني، شكرا لحضرتك على هذه المداخله. مشاهدين الكرام، يمكن بنتكلم مصر بين القوة والدبلوماسية، سد النهضة وما جرى فيه من تطورات من أول أمس، وإعلان أثيوبيا التي كانت تقول منذ أيام سيبنى السد ويملأ السد ولن تكن هناك قوة تمنع هذا الأمر، لكن حصل تغيير في الموقف. ماذا جرى، ماذا حدث؟ هذا ما نعرفه من سيادة اللواء أحمد المنصوري من أبطال حرب أكتوبر. سيادة اللواء السلام عليكم. عليكم السلام، وكل سنة وإحنا طايرين رغم 2020 عام الكورونا والسد وليبيا وكل حاجة، لكن الله غالب على أمره ونعم بالله، وثقتي بالله إن الخير قادم. سيادة اللواء، ويمكن اسمح لي، سيادة اللواء أحمد المنصوري معروف لدى إسرائيل بالطيار المجنون الذي فعل بإسرائيل ما لم يفعله أحد. سيادة اللواء، زي ما قلت لحضرتك منذ لحظات أن أثيوبيا كانت تعلن منذ أيام أن السد سيبنى ويمتلأ السد وليس هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تؤجل بداية الملء في 1/7، ماذا جرى، ماذا حدث خلال الأيام الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 9 سنين مضت على مفاوضات عقيمة وحلقة مفرغة مع ناس يريدوا الشر بمصر. تمام. تركيا، إسرائيل، قطر، من مصلحتهم إن ده يحدث، ودول اللي واقفين ورا أثيوبيا، ودول اللي بيشجعوها، ودول اللي مخلينها تاخد هذا الموقف، يعني اللي يدل على الغباء
السياسي يعني المدقع لا تمام. حق في الدنيا أكثر من حق الحياة. تمام. إذا كانت أثيوبيا أقرنا لها وهي بتقول لنا أنتوا أقرتوا لنا ليه؟ إن إحنا نعمل تنمية، فإحنا أقرينا تنمية أثيوبيا لكن بنقر حقنا في الحياة. وأنا أعلنت من مدة طويلة من بداية هذه الجائحة الأفريقية إن أنا مستعد أموت فوق سد النهضة وأنا بضربها بالقنابل عن إني أموت من العطش في بلدي. ما ينفعش. مصر مش هبة النيل، النيل هو يعني 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 مصر فعلا موجودة من قبل النهضة. سيادة اللواء أنا طبعا شاكر لحضرتك هذا الشعور، وأنت تقول أموت على سد النهضة أفضل وأدمره أفضل من أموت عطش. أنا طبعا. أعلم أن مصر عندها من القوة بفضل الله ما تستطيع به أن تضرب السد حتى بعيدا عن السد، لكن الرأي الدبلوماسي والخارجية المصرية والتعامل مع الملف، احنا بنتكلم عن القوة والدبلوماسية، لا يخفى على أحد أن مصر بفضل الله قادرة على أن تضرب السد متى تريد وفي التوقيت الذي تحدده مصر، ولن يستطيع أحد أن يستطيع أن يقف أمام مصر. لكن الدبلوماسية وصلت بنا إلى أمر ما نحله باليد أفضل مما يحل بطرق أخرى. سيادة اللواء، الحمد لله الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية على مستوى عالي جدا في إدارة هذه الأزمة، وتم محاصرة أثيوبيا سواء في مجلس الأمن اللي احنا انتهينا إليه، لأن مجلس الأمن ما بيفرضش على أي دولة إنها تنافس، مجلس الأمن بيقر موقف موجود وممكن يقر عقوبات لكن ما ملوش أي حكم على أي دولة فيها في نزاع موجود، لأنهم حلوا إلى نزاع. تمام. فبدأ الاتحاد الإفريقي بناء على طلب من أثيوبيا إنها تتدخل لإنهاء هذا النزاع أفريقيا دبلوماسيا بدلا من الحلول العسكرية. لكن لازم إن احنا نعرف كويس جدا إن الناس دي بتراوغ وما زالت تراوغ، ومن مصلحتها إنها تراوغ، وأي حق لازم يكون وراه قوة. فهم لما شافوا العين الحمراء وتأكدوا، وكذلك في موضوع ليبيا، بدأت الخطوط الحمراء المرسومة من السياسة والعسكرية والقوة. ومصر عظيمة، مصر مش بلد أي يعني، مصر جيشها العاشر على العالم. تمام. إذا كنا عايزين نلجأ إلى القوة كنا لجأنا لها من زمان. هم عندهم مشكلتين غالبا هيكون واحدة منهم هي السبب. تمام. المشكلة الأولى إن هناك آراء فنية تشكيكية في هذا السد، في طريقة بنائه وطريقة تحمله وطريقة إن هو فيه عيوب فنية خطيرة جدا، سواء في جسم السد أو سواء بعد ذلك في يعني كل اللي هم بيدوروا عليه 2 ميجا وات كهرباء ما تسويش 2 مليار محطة ممكن مصر تبنيها ومصر عرضت إنها تعملها، لكن المقصود مش كده. هم عايزين يطلعوا من المأزق اللي هم فيه بإن هم يدفعوا مصر دفعا إلى إنها تضرب هذا السد، وبالتالي الساسة الأفارقة أبي أحمد وغيره وغيره يقول لك إن المصريين هم اللي ضربوا السد، ما يقولوش إن السد فيه عيوب وعيوب خطيرة جدا. ده منحة. المنحة الآخر واللي هو يعني أنا أرجحه إن قطر تركيا إسرائيل خنق مصر من المنبع، ده الهدف الأساسي ليهم. تمام. عشان يشغلك من 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 أكل عيشك وميتك وعطشك، ويشغلك من الناحية الثانية الغربية من ليبيا، وشغلك هو اوريدي من عند سينا، فتبقى مش فاضل إلا الاتجاه الجنوبي عشان يحصرك، لكن عبثا ما يحاولون. سيادة اللواء، حضرتك ذكرت في بداية لقائك والله غالب على أمره. على أمره. شكرا لحضرتك سيادة اللواء أحمد المنصوري من أبطال حرب أكتوبر، كلام يحترم، خبير استراتيجي، عقلية تعرف تفكر، فذكر إن في عيوب في السد، التوربينات والهبوط وبترتيب الله، بس أنا أعتقد اليد المصرية ليست ببعيد عن عيوب فنية. حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر ومن أحبها. أرادوا عبثا في سيناء، أرادوا أمرا في أثيوبيا من المنبع أن يمنعوا الماء، أرادوا في ليبيا
أن يعملوا إزعاجاً لمصر، لكن كل هذه الملفات بفضل الله مصر قادرة أن تتعامل معها. في هذا البرنامج في لقائنا الماضي ذكرنا اعتبرنا ماتش كورة مع تركيا ومع أثيوبيا. أثيوبيا ماتش سهل بالنسبة لنا، مش هيشغلنا وفي أي وقت هنكسبه إن شاء الله. تركيا كان لابد أن ترى العين الحمراء، فمصر بين القوة والدبلوماسية تمضي إلى بر الأمان بإذن الله. معنا على الهواء السيد من الفيوم. السلام عليكم السيد. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. متشكرين جدا يا باشا على اهتماماتك بأزمات كرة محافظة الفيوم. تحت أمرك يا سيد. بعد كده يا فندم، في عندنا القرى العائمة. تمام. ثلاث قرى، سرسنة السعدية فرقص. سرسنة السعدية فرقص. فرقص، تمام؟ مركز. المركز ده مركز طمير. مركز طمير. تمام يا فندم؟ تمام. الشاب اللي هو هشام بره كان عطى وعد ان القرى دي هيبدا استكمال الصرف الصحي فيها 1/7. تمام. تمام؟ تمام. لحد دلوقتي ما فيش اي بادرة امل ان المشروع هيبدا تاني. طيب استاذ سيد لحظه، خليك معايا لو سمحت على الهاتف. الشباب في الكنترول يا ريت حد يتصل لنا على سياده اللواء هشام دره. اتفضل يا حاج سيد. تاني حاجه، سياده المحافظ برضه في احد البرامج مع احد الاعلاميين. تمام. عطى وعد على نفسه ان 1/7 يبدا الشغل. تمام. تمام؟ تمام. واللهم صل على سيدنا محمد، القرى دي هيبدا فيها شغل 1/7. تمام. والميزانيه بتاعتها معتمده. تمام. ومفيش حد يقدر يوجه الميزانيه لاي مشروع تاني. تمام. تمام؟ تمام. فاحنا عاوزين نعرف هيبدا الشغل ولا ارجعوا العمل في القرى دي؟ انا شاكر ليك اتصالك السيد. لا لحظه يا فندم، حاجه واحده بس. طب ان البنك الاوروبي صاحب المنحه دي قام بالفعل في احدى قرى محافظه الجيزه برفع اليافطه على الشعار بتاع البنك انهم يبداوا شغل بالتحديد في البدرشين. طيب استاذ سيد خليك معايا على الهاتف، خليك معايا على الهاتف. معانا سياده اللواء اركان حرب هشام دره، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه فيهم. السلام عليكم سياده اللواء. وعليكم السلام وبركاته. معلش معذره سياده اللواء، معانا على الهواء الحاج سيد من الفيوم بيسال ان فرقص والسعديه وسرسنه ثلاث قرى كان في وعد من سياده المحافظ ان يتم فيهم تكمله الصرف الصحي في 1/7/2020، هل من جديد في هذا الملف؟ حضرتك الثلاث قرى دول مسميين بقرى مبلله. تمام. كانت مشروعات حضرتك كانت شغاله وتوقفت اثناء ثوره 2011. تمام. وقفت على التمويل. تمام. احنا هو الاخ سيد بيقول ان انا وعدته ان هنبدا 1/7/2020. تمام. انا ما بوعدش بحاجه يا فندم الا اذا كانت الفلوس في ايديا وموجوده. تمام. واللي حاصل يا فندم ان احنا قدمنا طلب. تمام. ان الفرص والسعديه والسرسنة نسب التنفيذ فيهم كذا، محتاجين تمويل كذا. تمام. مشروعات اجمالي المشروعات المتوقفه في محافظه الفيوم مش فرص وسرسنة والسعديه بس، في رؤوس وسرسنة والسعدية وشكشوك وفيدمين وسنرو في أكتر من قرية. تمام. التلاتة دول بالذات حضرتك أنا أول ما جيت الشركة في 2017. تمام. عملت بروتوكول مع القوات المسلحة وكانوا تقريبا التكلفة بتاعتهم التلاتة حوالي 160 مليون جنيه، وطبعا توقفوا برضه على التمويل، مفيش تمويل. تمام. أدرى بالحالة اللي احنا فيها وفي أولويات في موضوع استكمال المشروعات. احنا لسه سياده المحافظ الدكتور احمد الانصاري واخد مني امبارح مطالب الشركه كلها وخدها، وهيعمل عليها ان شاء الله جواب للسيده وزيره التخطيط لتدبير اي جزء من الاموال عشان نبدا في هذه المشروعات. يعني سياده اللواء قريبا ان شاء الله قريبا ممكن يبدا في الثلاث قرى دول؟ والله يا فندم متوقفه على التمويل. طبعا سيادتك شفت جائحه كورونا برضو اثرت شويه على العمليه الاقتصاديه، فهنشوف سيادتك سياده المحافظ مع السيده وزيره التخطيط اللي ممكن يتم وان شاء الله نكمل المشروع ان شاء الله. شكرا لك سياده اللواء. شكرا استاذ سيد على هذا الاتصال. سياده اللواء، بلغنا ان في تعديات في بعض القرى في محافظه الفيوم على شبكه المياه. ايه تاثير ده على الشبكه نفسها، وايه حضرتك النصيحه اللي انت عايز توجهها للشعب الفيومي؟ والله يا فندم اللي حاصل ان انا يعني منطقه فيدمين بالذات. تمام. المنطقه دي في سنورس منطقه متطرفه وبعيده عاليه شويه،
لقينا فترة قبل العيد الصغير بحوالي 3 أيام تقريبا المية منقطعة تماما عن فيدمين. تمام. اما عملنا في بعض الاهالي الشرفاء بلغونا، طبعا حضرتك عارف خطوط المياه بتكون على عمق من متر متر ونص، يعني احنا مش شايفينها تحت الارض. بعض الاهالي الشرفاء بلغونا ان في ناس متعديه على الخطوط دي وبتروي ارض زراعيه. ارض زراعيه من مياه الشرب؟ ايوه يا فندم. سيادتك طلعت حمله، انا كان في فيديو بعته معرفش وصل لسيادتك ولا لا. طلعت حمله من الاداره العامه للتفتيش والرقابه والمتابعه وبتزيل التعديات يا دكتور رمضان كتيره جدا 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 ميه شرب، بزيل تعديات وفي ناس متحايله ومركبين عدادات على كوخ في قلب ارض زراعيه عشان يرووا منها. كل الكلام ده بشيله انا حاليا وربنا ييسر ان شاء الله. طب سياده اللواء، يعني هل من اجراء قانوني اتخذ ضد هؤلاء ايا كان منصبهم وايا كان موقعهم؟ طبعا يا فندم، بس هو الاجراء القانوني اللي عندنا طبقا للوائح بيبقى عباره عن غرامات، بس بوقع عليه غرامه اهدار ميه وبحسب له تكلفه الميه على اعلى سعر عندي وطبقا للمساحه اللي كان بيروي بيها وبغرم. احنا شفنا سياده الرئيس لما ازال برج في جرجه مخالف وعزل صاحب البرج، هي القرارات دي اللي احنا عايزينها ايا كان مياه شرب يسقي بيها ارض زراعيه؟ انا بزيل حضرتك الوصله فورا، يعني اول ما بكتشف بزيل الوصله فورا. وفي المياه فعلا بدات يعني تنتظم في دمين عدا بعض المناطق زي منطقه جبل سعد، وان شاء الله ليه حلول عشان نوصلها لهم باذن الله. سياده اللواء هشام دره، حضرتك جيت 2017 محافظه الفيوم، انت شايف الملف الصحي او الصرف الصحي في الفيوم وشبكه الماء في الفيوم يعني وصلت لمرحله حضرتك راضي تماما عنها؟ بص يا فندم، انا اول ما جيت زي ما سيادتك قلت في 2017 كانت الميزانيه المرصوده لعمليات الاحلال والتجديد حوالي 15 مليون جنيه. تمام. ده رقم صغير جدا علشان نشتغل بيه في قلب محافظه كبيره زي محافظه الفيوم، ومحافظه كمان تتميز بتضاريس تتفاوت في الارتفاعات والانخفاض بتوصل لحوالي فرق 67 متر. تمام. بدات اطلب من المستوى الاعلى بتاع في الشركه القابضه ولبولي طلبي. اول سنه خدت 140 مليون جنيه من 15 ل 140. يعني الاول كانت 15 مليون، حاليا وصلنا لاول سنه 140 مليون. 140 مليون، والسنه اللي بعدها خدت حضرتك 170 مليون، في والسنه دي الحمد لله قفلنا 172 مليون. تمام. الكلام ده طبعا انعكس على الخدمه. انا حد لسيادتك مثل بس بالنسبه للميه، احنا عندنا مثلا كانت محطه طميه كانت متوقفه عن العمل، كانت بتنتج حوالي 50% بدون ضغوط. تمام. ما كانش الناس بتستفيد، كان مركز ومدينه طميه بالكامل كانوا بيعانوا يعني اشد المعاناه. الحمد لله مركز ومدينه طميه دلوقتي ميه الشرب متوفره عندهم بكتير، وباخد كمان خط سيله العيد وبغذي بيه مركز الفيوم. تمام. باخد خط بغذي بيه مركز سنورس، جزء من مركز سنورس. السنه دي دخلنا الخدمه برضه حضرتك في اقصى خط قصر الباسل دانيال، وده برضه يعني ريح المياه كويس جدا في اقصى. السنه اللي فاتت عملنا برضه حضرتك خزان بيهمو، كان خزان ورافع طاقه 5000 متر مكعب في اليوم. تمام. ريح برضه المياه في مدينه سنورس، مركز مدينه سنورس. المشكله اللي باقي عندي في المياه دلوقتي حضرتك هي مدينه يوسف الصديق او مركز يوسف الصديق بالتحديد في كحك بحري، واحنا كان كنت لسه اكلم حضرتك شكوى الجايه للبرنامج مع القاده عن المياه في كحك بحري يوسف الصديق. انا بتكلم لوحده من غير سيادتك ما تسمع. لا فعلا فعلا، الكحك بحري عملنا لها الدراسه بتاعتها، متكلفه حوالي 50 مليون جنيه، عباره عن خزان 7000 متر مكعب ورافع بتكلفه تقدر حوالي 30 مليون جنيه. شبكات، طبعا الشبكه اللي في كحك بحري بقى لها سنين، ايام ما كان كحك بحري تعداد سكاني قليل، تضاعف التعداد السكاني في كحك بحري دلوقتي بقى حوالي 5-6 اضعاف. عملنا الدراسه الهيدروليكيه عندنا. تمام. وخلصنا بيها بان احنا محتاجين حوالي 50 مليون جنيه. سياده المحافظ مشكورا بيسعى دلوقتي مع التخطيط برضو ان يدبر لنا المبلغ ده بعد ما عملنا الاول لقاء مع نائب وزير الاسكان، وان شاء الله في سبيل الحل باذن الله قريبا. سيادة اللواء، أنا أعرف جهد حضرتك، ويمكن الشيء الجميل اللي عاجبني أنا شخصيا سيادة اللواء هشام درة بيشتغل بعقل ودراسة دون تأثير لا واسطة ولا غير واسطة، ويمكن هذا ألمسه من حضرتك عن قرب يعني. لكن سيادة اللواء اسمح لي برضو سؤال، حضرتك ذكرت قرية سيلة مركز محافظة الفيوم
وكان الصرف الصحي متوقف فيها، ولكن الفترة الأخيرة حصل بداية أعمال. هل الأعمال مستمرة أم متوقفة؟ مشروع فندم الصرف الصحي في سيلة ده يتبع الهيئة القومية للجهاز التنفيذي، وفعلا بدأوا في برضه كان من ضمن القرى المبللة 8 قرى وهورة عدلان وسيلة وخلافه، وهما في حاليا المخابرات العامة شغالة مع الجهاز التنفيذي، والمشروعات بدأت تدور وتشتغل دلوقتي إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني الشعب الفيومي يسمع أن في يوم خدمة مواطن، هل ممكن أي حد يقابل حضرتك ولا صعب؟ هو حضرتك لقاء خدمة المواطنين أنا كنت بعمله لغاية جائحة كورونا ما تمت، والتباعد الاجتماعي اللي سيادتك عارفه بقى والعدوى والقصة دي، فتوقف اللقاء. بس احنا بنستقبل شكاوى المواطنين عبر خدمة الواتساب أو الـ 125 في العلاقات العامة عندي، وبنحلها لغاية إن شاء الله ما ننتهي بس من الجائحة ديت ونبتدي نعيد اللقاء تاني. واللقاء ده أنا بعمله أنا شخصيا، بيكون في مكتبي وأنا اللي بحضره، وبحل يعني اغلب المشاكل الحمد لله بنحلها، واللي بيكون صاحب حق بيرجع له ان شاء الله. يعني سياده اللواء الغى لقاء خدمه المواطنين للظروف اللي بمر بيها، وفي خط 125 للتواصل باي شكوى موجوده في محافظه الفيوم. تمام يا فندم. سياده اللواء اركان حرب هشام دره، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي محافظه الفيوم، شكرا لحضرتك. رب. يمكن مصر معانا الاستاذ محمد من الفيوم. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فندم؟ ازيك يا استاذ محمد، اتفضل حضرتك. الله يطول عمر معاليك. دلوقتي في شكوى تبع الري، احنا عملت لنا الدوله والرئيس مشكور عمل لنا محطه اسمها محطه الطاجن. محطه ايه؟ مصر كلها محطه الطاجن. الطاجن اي تمام. تبع مركز اطفاء يا فندم. مركز اطفاء دي صرفت ملايين على الدوله. ماشي. صرفت ملايين على الدوله. تمام ماشي يا فندم. ماشي. دلوقتي المحطه دي، دلوقتي دي المصرف ده مصرف تصافي، كلام سليم. طبعا بيجوا كل التصافي معها لمؤاخذه الزباله والمخلفات وكده. تمام. فبتاجي طبعا المخلفات دي بتطلع في المواسير بتاع المصير المص بتاع المواتير. تمام. جايلنا محطه الله اكبر، فبنطلب من وكيل الوزاره يا فندم ان يعمل لنا حوض يحادي المؤاخذه الزباله اللي هي بتمصها المواسير، لان دي بيعمل لمؤاخذه تحتيل للمواتير. طب استاذ محمد، اتمنى من الكنترول ياخد تليفون استاذ محمد نتواصل بيه مع بعد الهوا، ويكون تواصل ان شاء الله مع السيد نائب المحافظ او السيد وكيل وزاره الري محافظه الفيوم. شكرا لك استاذ محمد. مشاهدينا الكرام، مصر ما بين معانا على الهوا مشاركه الاستاذ مهندس احمد شاكر، رئيس مجلس ومدينه محافظه الفيوم. سلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعدتنا وشرفتنا واتصلنا عليك. الله يحفظك، اهلا بحضرتك بنم، اهلا بمسمعينك ومشاهدينك، اهلا وسهلا. باشمهندس، يمكن خلال الايام الماضيه دي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هدم برجين في محافظه الفيوم في منطقه دله على الطريق السريع مباشره. لماذا تم الهدم باشمهندس؟ يا فندم المبنيين دول مخالفين وصادر لهم قرارات إزالة منذ عام 2013. تم بناء هذين المبنيين بطريق المخالفة وبدون ترخيص، وعلى هذا الأساس صدر قرارات إزالة لهذه الأبراج. في الموجة الأخيرة من الإزالة استهدفنا عدد كبير من المباني المخالفة. من هذه المباني البرجين اللي شفتهم حضرتك أو المبنيين اللي شفتهم حضرتك في منطقة دلة في شارع جمال عبد الناصر، وتم الانتهاء من الإزالة حتى سطح الأرض في الأونة الأخيرة. طيب باشمهندس، بالنسبة برضو بجد شكاوى البرنامج مع القادة بخصوص المركز التكنولوجي في المركز ومدينة محافظة الفيوم كان مغلق، على الرغم أن فيه مراكز تكنولوجية بعض المراكز شغالة، يمكن أعتقد كده إن شاء الله يشتغل قريب المركز التكنولوجي بمركز ومدينة محافظة الفيوم. عذرا يا فندم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية في قرار بعدم التعامل مع الجمهور من دولة رئيس مجلس الوزراء منذ بداية جائحة كورونا. القرار ده صدر من دولة رئيس مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس احنا منعنا التعامل مع الجمهور من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين. يعني كان قرار من رئيس مجلس الوزراء. ايوه يا فندم طبعا. تمام تمام باشمهندس. تمام. وكما انه في الاونه الاخيره يا فندم برضه صدر قرار
من رئيس مجلس الوزراء ومن السيد وزير التنمية المحلية بإيقاف استصدار تراخيص البناء في عواصم المحافظات ومنها مدينة الفيوم. تمام. على هذا الأساس منع أن احنا نستغرق تراخيص في هذا التوقيت لمدة 6 أشهر بعاصمة المحافظة اللي هي مدينة الفيوم. تمام. يمكن اللي شغال حاليا فقط أن احنا بنستقبل طلبات التصالح كالتوجيه اللي وصل لنا من السيد اللواء وزير التنمية المحلية وتوجيهات السيد الوزير محافظ الفيوم باستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ الانتهاء من هذه الطلبات في 30 سبتمبر 2020. فما زلنا حتى الآن بنستقبل طلبات التصالح على مخالفات البناء. يمكن في الآونة الأخيرة برضو زاد الطلب على التقدم بطلبات التصالح بعد موجة الإزالات الأخيرة اللي هي يعني كان لها نتائج كويسة، وفي أن الناس تقبل على طلبات التصالح في مخالفات البناء في مركز ومدينة الفيوم. طيب باشمهندس، في رسائل جاية لنا برنامج مع القادة بقول لك طيب إذا أنا بقدم مشروع مش سكني أتعامل مع مين؟ أنا بقدم رخصة غير سكنية ومعايا الموافقات، عايز أتعامل مع المركز التكنولوجي. في الحالة دي في استثناء يا فندم، لو مشروع مش سكني احنا في الحالة دي في استثناء ان احنا بنقبل الطلب المقدم لمشروع مش سكني، سواء هيئة اذا كانت هيئة حكومية، اذا كان مشروع خدمي، اذا كان جمعية خيرية بتتقدم بإقامة مبنى لدار أيتام، لدار مسنين، شيء من هذا القبيل، ده بيسمح به وبيستثنى من ان احنا في عدم تعامل مع الجمهور من خلال المركز التكنولوجي. معذره يا باشمهندس، سؤال اخير بالنسبه للكافيهات والمقاهي تفتح بنسبه 25%، ازاي نتعامل معاها او ازاي نحدد العدد؟ والله يا فندم هو احنا دلوقتي التوجيه والارشادات اللي هي كان تم اجتماع مع السيد الوزير محافظ الفيوم مع كل القيادات في محافظة الفيوم بالتوجيه بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع فتح المقاهي والمطاعم في الأونة الأخيرة حتى الساعة 10 مساء لاستقبال الجمهور. كنا نزلنا ومرينا على جميع المقاهي والمطاعم في نطاق مركز مدينة الفيوم، كان التأكيد دايما على انه يكون بين كل ترابيزه والثانيه 2 متر على الاقل. تمام. بين كل كرسي والاخر متر على الاقل، التاكيد دايما على ابتداء المهمات الواقيه زي القفازات زي الكمامات من العاملين واصحاب هذه المنشات، التاكيد على وجود ادوات التعقيم والتطهير في الأماكن دي على كل ترابيزة وخصوصا في المطابخ وفي دورات المياه، وجود أدوات التطهير والتعقيم دائما بيتم المرور بصفة دورية للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي صدرت من دولة رئيس مجلس الوزراء. المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس ومدينة الفيوم، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، مصر بين القوة والدبلوماسية. القوة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون داخل مصر، وشفنا باشمهندس أحمد شاكر قال إن في برجين تم إزالتهم. سيادة الرئيس أعلن عزل صاحب برج وهدم برج في جرجا، وهو ده المطلوب. إحنا بدأنا اللقاء، الحق يحتاج إلى قوة تحرسه، لكن برضو يعني الدنيا مش ضلمة والأمل موجود، وجائحة كورونا رغم الألم والابتلاءات اللي مرت به الناس، إلا أن في حاجة برضو وزارة التربية قدرت تستخدم التعليم عن بعد والإنترنت وتوصيل المعلومة، ليس فقط من التربية والتعليم، الجامعات كل جامعة. معانا باشمهندس ياسر جمعة، رئيس مجلس مدينة طمية. سلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام استاذ رمضان، اخبار حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله، نشكر ربنا الحمد لله. باشمهندس ياسر جمعة رئيس مجلس ومدينة طمية، ما هي اولويات حضرتك في تطوير وتنمية مركز طمية؟ حضرتك في مجموعة اولويات عندنا هنا، بتبدأ طبعا في مناطق كثيرة عندنا هنا محرومة من الصرف الصحي،
تمام. ما فيهاش صرف صحي مش متواجده، وباستمرار بنلاقي مشاكل في ميه تحت طلع تحت المنازل وبين الاراضي. فاحنا اهم حاجه عندنا في الاولويات دي ان احنا نحاول بكل الطرق ان احنا نوفر صرف صحي للمناطق دي. احنا يمكن باشمهندس كان معانا سياده اللواء هشام دره منذ لحظات على الهواء، ووعدنا في مركز طميه عند حضرتك ثلاث قرى سرسنة وفرقص والسعديه، وقال ان شاء الله قريبا هيتم توفير المبلغ بالترتيب مع سياده الوزير محافظ الفيوم بخصوص هذه القرى المبلله. هل عند حضرتك نفس الملف ده؟ حضرتك الملف ده لسه ما وصلناش نسخه منه، بس احنا فعلا عندنا القرى اللي هي اللي محتاجه متضرره قوي فعلا سرسنة وفرقص والسعديه. والسعديه. تمام. وان شاء الله في تواصل بيننا وبينه ان شاء الله ان احنا نحاول اي مبالغ ماليه توصل ان احنا يبقى الكره دي من اولوياتنا. باشمهندس ياسر، خطه حضرتك للنهوض بمركز طميه ايه في اولوياتك؟ الاولويات بتاعتنا ان احنا نخلص ان نظبط البنيه الاساسيه بتاع الطميه الاول، يعني نبدا بالبنيه الاساسيه. ميه، صرف صحي، تليفونات، وبعد كده ندور على الطرق، ندعم الطرق ونظبطها باي طرق بدا فيها رصف نحاول ان احنا نستكملها، يبقى الطريق كله من اوله مثلا 5 6 كيلو يبقى كله مرصوفين، ما نقعدش كل شويه في كل حته 200 متر هنا 100 متر هنا، بتبقى العمليه مشوهه. باشمهندس ياسر، كان في حمله كبيره في مركز طميه للازالات، ممكن معانا بعض الصور نعرضها على الهواء. فانت حضرتك يعني هذه الازالات اصحابها كلهم مخالفين؟ كلهم طبعا مخالفين. يمكن معانا على الهواء مباشره هاتين الازالات اللي تمت. طبعا احنا ما بننزلش حاجه الا اذا كان مبنى مخالف، مبنى مخالف لقانون 119 تمام 2008. فاحنا بنتعامل معاه بنزيله. تمام. ممكن المواطن يروح يقنن نفسه، يعني في تصالح موجود، انا مش عارف المواطن مستني ايه. بس يعني لازم التقنين قبل الازاله. ما هو لازم التقنين قبل الازاله، ما انت ما تستنيش لغايه ما اروح ازلك وتقول لي ده انا هقنن. يعني انا لو عندي مبنى مخالف وتقدمت لحضرتك بطلب تقنين بتوقف لي الازالات؟ طلب تصالح مش تقنين، طلب تصالح. طلب تصالح. بوقف الازاله، بتوقف طلب التصالح بيوقف كل حاجه. طيب ما احنا بنقول للشعب في مصر كلهم، الشعب المصري عامه والشعب الفيومي خاصه، اي انسان عنده مبنى مخالف قبل الازاله ما يجولك اتفضل حضرتك بطلب تصالح باشمهندس ياسر، ولا طلب تقنين؟ تصالح، طلب تصالح، قدم على طلب تصالح. طلب تصالح للمجلس المدينه اللي هو تابع لي، اي مجلس مدينه تابع لي بيروح يفضل لحضرته بيقدم طلب تصالح للمبنى بتاعه المخالف. مهندس ياسر جمعه رئيس مجلس. مد طلب موعد تقديم طلبات التصالح لحد 30/9/2020. لحد امتى يا باشمهندس؟ 30/9/2020. طلب التصالح مستمر حتى 30/9/2020. مهندس ياسر جمعه رئيس مجلس ومدينه محافظه الفيوم، شكرا لحضرتك. معانا على الهاتف الاستاذه هناء الباز. طب ممكن نتصل مره ثانيه. فبقول يعني رغم رائحه والمشاكل اللي مرت بها البلاد في جائحه كورونا، الا ان حصل التربيه والتعليم تعاملت مع الملف الالكتروني والتواصل مع الطلبه، والجامعات كل جامعه كان لها اسلوبها وتعاملها مع الطلبه، بعض المحاضرات الالكترونيه حتى مدارس الثانويه والاعدادي والابتدائي. لكن الشيء الجميل ان يكون في اكاديميه تقوم بامور تعليم اللغه العربيه والمناهج الشرعيه عن بعد ايضا، جديده في مصر، خاصة لما الناس أكتر من حد يبعت لك أكاديمية الهدى وتعوم بهذا الأمر، فإن شاء الله القادم يكون أفضل. معانا على الهواء مشاهد الأستاذة هناء الباز. السلام عليكم أستاذة هناء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة هناء الباز عضو ملتقى المرأة العربية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أستاذة هناء، يمكن عندنا مشكلة في الوطن العربي عامة وفي مصر خاصة، وهي جرائم الإنترنت. ازاي نحد من هذه الجرائم؟ او انا لما يكون عندي حد بيتكلم عني ازاي اخد اجراء قانوني ضده؟ اتفضلي استاذه هناء. اولا بشكر سعادتك على الاضافه. نعرف الناس يعني ايه الاول جريمه الكترونيه. تمام. جرائم الانترنت دي الجريمه الالكترونيه هي اللي بتتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام. تمام. ودي الطرق اللي هي بيتم فيها التواصل واللي بقدر اتواصل بها مع الناس من خلالها. تمام. فممكن عن طريق التكنولوجيا دي ان انا بعرض حياه الشخص الثاني للخطر.
تمام. فبالتالي بنسميها جرائم الكترونيه. تمام. يعني ايه بقى جريمه الكترونيه عشان نقولها بطريقه اسهل؟ مثلا شخص معين بيعتدي عليه بالسب والقذف من خلال ايه؟ بوست نشره مثلا. تمام. عن طريق السوشيال ميديا او الفيسبوك. تمام. فمثلا ممكن انسان عادي حاطط بوست على الفيسبوك فبيتفاجئ بشخص اخر يبدا يتعرض له عن طريق النقد او يعني بالالفاظ والغير لائقه له. سب وقذف ليه؟ فممكن طبعا دي بقى بيعاقب عليها القانون. بس يعني عن طريق ايه بقى؟ طب ازاي اخد اجراء ضده؟ احمي نفسي؟ تمام. بالتوجه لمباحث الانترنت، ودي طبعا مباحث وحده مباحث الانترنت موجوده على مستوى محافظات الجمهوريه. يعني مثلا عندنا في الدقهليه موجوده في مديريه امن الدقهليه. تمام. امام كوبري طلخه كده. تمام. بين الشخص من دول يروح يحرر المحضر، وقبل ما يحرر المحضر بيكون معاه عامل سكرين شوت للبوست اللي هو يعني اللي عشان يوضح ويبين ان يعني معاه يبقى معاه ما يثبت بطريقه السكرين شوت دي، يبقى معاه ما يثبت الاهانه او التنمر بالالفاظ البذيئه عن طريق الفيسبوك. طب استاذه هناء، يمكن جاي لنا رسائل بيقول لك مش هتنفع مداخله تليفونيه في هذا الامر. اتمنى من حضرتك لو وقتك يسمح الاسبوع القادم تكوني معايا على هوا مباشره لشرح هذا الملف. استاذ هناء الباز، عضو ملتقى المرأة العربيه، الشكر لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الى ان التقي بحضراتكم الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.